بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحفظه أعلنت انطلاقة شوط جديد، شوطنا الثالث الذي خصص للإبكار. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق هناك لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله الأعداد كثيرة والشعارات مميزة هنا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز، يوم الطي ما شاء الله، يوم الحجايج. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. ما شاء الله شجون ولا شجن، صاحبة التوقيت الأفضل مع شاعرنا ما شاء الله دائما المتميز بقوافيه بأبياتها المميزة، محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحباب. نتمنى لك التوفيق يا أبو حمد، نتمنى لك الناموس هنا على أرضية هذا الميدان. اذهب هناك إلى المركز الأول، أم خاروش في المركز الأول، أحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، النقلة هناك على الغزيل وسلطان بن سالم بن رحمة الشامسي، جمهور محبين ما شاء الله حاضرين مع الباص في الشوط ما قبل هذا الذي تألق في دخوله. وقلت لكم عند الكيلو عطوا درب، قلت لكم عطوا درب ما شاء الله تبارك الرحمن. ثلاث مراكز هناك إنجاز، سعيد عبد الله بن عبيد بدبيله وفي المركز الرابع، أيضا حضور للطائف خالد بن حمد بن حميد علي نيبي، وفي المركز الخامس شعار شجن في المركز الخامس هنا على ظهري رفق ما شاء الله ومحمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الأحبابي، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس أشوف في هذه اللحظات الجوف ولا سلام أحمد بن محمد بن خليفة بن كحيد المهيري، وفي المركز السابع هناك من الجانب الآخر سابع المراكز أشوف أيضا نقلة إلى المركز السابع هذا رقم 17 ولا على العموم المركز الثامن هناك الجوف سالم الخلفان بالعريشبي، وفي المركز التاسع شعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري، وفي المركز العاشر أيضا سكر سيف بن يمعة بن محمد بن عبيد الكعبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي هنا لهذه الانطلاقات. يلا يا بالدبيلة، يلا يا بالدبيلة، يلا يا راعي الباز، يلا يا لينيبي، الكل ما شاء الله حاضر. يلا يا بن مصلح، لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الشوط؟ لمن هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميز؟ راعي الباز عيني على نقطة ثانية، راعي الباز عيني على نقطة متميزة، ولكن لينيبي مع الطايف أيها الإخوة، خالد بن حمد بن حميد لينيبي هناك من الجانب الآخر أشوف إنجاز سعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة، ولكن لغسيل، يا لغسيل يا غزال الشوق، أشهد أن بتغزل بهذا الشعار وبهذه البكرة الجميلة، بهذه البكرة المميزة. سلطان بن رحمه الشامسي أيضا حاضر ومتابع هذه الانطلاقات مع الغزيل، النقل على المركز الثالث إنجاز سعيد بن عبد الله بن عبيد بتبيلة، وفي المركز الرابع هناك من مصرح أيضا مع رفق أيها الإخوة، رفق تمت إن شاء الله، أيضا تواجدها جميل موجودة مع محمد بن حمد بن مصلح الاحباب. شوف اللي وصلت، شوف القادمه وعد خميس بن حليس بن سالم الهاشمي اللي وصلت في اللحظات الاخيره. يا بوي لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الشوط يا نغسيل؟ لمن هذا الناموس؟ لمن هذا الانجاز؟ بسم الله ما شاء الله نغسيل، ولكن لطايف في اللحظات الجميله، اللحظات الاخيره الجميله لطايف لغسيل ولا لطايف، اللحظات الجميلة التي تفصلنا عن خط النهاية. يا سلام يا لينيبي ولا بنرحمة، اللحظات الأخيرة لطايف في المركز الأول، لغسيل من الجانب الآخر تحاول الشوط لطايف خالد بن حمد بن حميد لينيبي. الله يا اللحظات الأخيرة الجميلة لطايف إلى لينيبي، سلام تحية واحترام. المركز الثاني سلطان بن رحمه الشامسي، المركز الثالث أيها الإخوة خميس بن حليش الهاشمي، في المركز الرابع هناك محمد بن سيف بن سالم الشامسي، المركز الخامس سعيد بن عبد الله بالدبيلة تهانينا والناموس. توقيت الزمني 4:28 ثانية 68 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.